صباح الخير او مساء الخير عليكم، ايا كان الوقت اللي انتوا بتسمعوا فيه الفيديو. برحب بكل المشتركين معايا في القناة، كمان برحب بالمشتركين الجداد، بقول لكم اهلا وسهلا، وبقول لك لو انت لسه جديد معانا واول مرة تسمعنا، اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكركم وبحب تعليقاتكم الايجابية كمان الناس اللي بتدعي لي كتير. انا كمان بقول لكم ليكم مثل ما قلتوا ان شاء الله، وانا كمان بحبكم كتير. هنقول مع بعض النهارده التوقعات العاطفيه لمواليد برج السرطان ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان بعد كده هقول التوقعات العامه وعن المال والصحه والعمل، وهتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعزاب، سواء في زواج او لا في الفتره اللي جايه، او ارتباط او في رجوع ولا لا في الفتره اللي جايه او الارتباط. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي هتنزل ان شاء الله. نبدا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السرطان. هبدا بالطاقه بتاعتك الاول. انا شايفه في طاقتك، الطاقه بتاعتك حلوه جدا، انت عندك عجله الحظ، فشكلها فتره جايه لك فيها تغيرات كتير قوي في حياتك في المرحله اللي جايه ان شاء الله. من القراءه كمان قدامي ان شايفاك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير قوي في حياتك في الفتره اللي جايه، فدي عجله الحظ. شايفاك كمان برج السرطان ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الحوت او من اي برج مائي، سواء عقرب، سرطان، حوت. الشخص ده ممكن يكون شخص اصغر منك في السن او انت اصغر منه، ومش شرط كمان اصغر، يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير، يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه. في عرض حب جاي لك، وممكن للمنفصلين يكون ده عرض رجوع. اللي بعد كده بيقولك انت جايلك فعلا عرض قوي جدا، في حب، في عطاء، في رخاء، في استقرار، في حياة سعيدة جدا. في شخص انت منفصل عنه، هو بيراقبك لبعضكو، هو بيراقبك، هو ممكن يكون كمان سبب الانفصال كان مادي. انا شايفاه بيشتغل على نفسه، بيشتغل على العلاقه، عايز يطور من نفسه، عايز يجي لك وهو ال 9 اوف بنتكلز، يعني عايز يجي لك وهو يعني هو سابك وهو في حاله وعايز يغير نفسه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص، وهو بيشتغل على ده حاليا. ده بالنسبه لبعضكم، وده اللي موجود في الطاقه عندك يا برج السرطان. الابراج اللي موجوده معايا في القراءه: برج الاسد، برج العذراء. برج الاسد ظاهر لي مرتين، العذراء، القوس، الجوزاء، الحوت، وبرج السرطان. ممكن بعضكم بيتعامل مع شخص زي برج السرطان، برج الثور. دي الابراج اللي موجوده معايا في القراءه. الطاقات مائيه، هوائيه، ترابيه، والنارية برضو موجودة زي ما قلت في القوس وفي الأسد. نبدأ مع بعض القراءة. القراءة يعني أنا شايفة للبعض، يعني كتير ظاهر عندي منفصلين، حتى في الطاقة كتير ظاهر عندي منفصلين. أنت في وضع انفصال يا برج السرطان. انت بتفكر في الشريك جدا، بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو. ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك، هو كمان بيفكر فيك، بيفكر في ذكريات، يعني الاكتر التفكير في ذكريات او حاجات جميلة حصلت بينكو. الانفصال ده حصل كمان، ممكن يكون كان في مشادات كلامية، كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني، او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان. يعني كان في حاجة يعني كلام حاد، بمعنى اصح في غضب، في كلام حاد، في مع كده في زعل وفي ندم على الكلام اللي اتقال، او على الكلام اللي انت سمعته، او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته،
جدا كبير، في زعل، في زعل على العلاقة نفسها، في زعل على الشخص نفسه، في زعل على ذكريات انت والطرف التاني، يعني زعلتوا قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوه لبعض، ده للبعض منكم طبعا، بس انا بقول الطاقة اللي ظاهرة قدامي في الوقت الحالي. بعضكم كان يعني ممكن يكون حصل علاقة ثلاثية، او في اطراف تانية تدخلت في العلاقة. انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية، طرف ثالث عاطفي بشكل واضح، عشان اكون صريحة معاكم، مش طرف ثالث عاطفي بشكل واضح، لكن في طرف ثالث، ممكن يكون الاهل، ممكن يكون الاهل تدخلوا، ممكن يكون كمان لبعضكم حصل نقل كلام ليك او للشريك، الكلام ده كان يعني عن طريق، مش عن طريق، يعني ممكن يكون كان غلط، يعني حصل يعني في امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيل، في حد منكم ساب العلاقة ومشي منها تماما، بس مشي وهو زعلان وهو حزين وهو مكسور، يعني مش ماشي لا منتصر ولا مبسوط ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي. الحد اللي مشي من العلاقة سواء انت او الطرف التاني، هو ماشي زعلان جدا، ماشي زعلان وحزين وندمان على حاجات كتير، ندمان على حب، على عطاء، على عشرة. عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال، او الطاقة المفتوحة قدامي حاليا هي انا شايفاها فيها انفصال. شايفة الحد ده ماشي في حب عنده قوي جدا، لكن هو عايز يسيطر على مشاعره، عايز يعني عاوز يخرج نفسه بره الحالة دي، عايز ممكن يكون ده انت كمان، ممكن يكون ده انت، وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسد، وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى، انت عايز تدي وش، يعني عاوز تدي وش تاني خالص وتبين نفسك بصورة تانية خالص، لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين، انت مسيطر، انت قوي، انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة غموض عندك. لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع، في رجوع، في رجوع، في حب متبادل، انتوا توأم روح، هتحصل يعني هيحصل تواصل تاني في الفترة اللي جاية، هيحصل رجوع بشكل افضل من الاول بكتير. يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السرطان احسن كارت في العلاقات العاطفية، اللي هو التين اوف بينتكلز. التين اوف بينتكلز ده علاقة ناجحة مستقرة، فيها بتسيب ماضي سيء وشاق جدا، كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا. كمان انتوا بعضكم كان عندكم مشاكل مادية في العلاقة دي كمان، كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية، وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من سبتمبر، لكن انت عندك علاقة ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي، او انك تكون مستقر، او انك تغير من طباعك، او انت بتفكر كمان، ممكن يكون بعضكم فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة وحب يغير من شخصيته. ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة، بس جات عليك بشكل سلبي، يعني تكون اديت اكتر من اللازم. فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا، يعني هتقعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيعمل معاك ايه، هو الاول هيديك ايه، هو الاول هيعمل ايه، هو الاول هيقدم ايه للعلاقة، بعد كده انت هتكون رد الفعل، يعني انت مش هتعمل فعل بعد كده. ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفاها في الفترة اللي جاية ان شاء الله. وعلى فكرة ده تفكير صح، يعني لو ده تفكيرك ده تفكير صح، لانه هو هيقدم معاك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية.
بعضكم ممكن تكونوا متباعدين، تكونوا في سفر، يعني انت في سفر او هو في حد فيكم مسافر او عايز يسافر، سواء انت او الشريك، او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي لسفر، ومشي السفر ممكن سفره ده العمل او لدراسة. بعضكم كمان في حاجات زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك، انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك، انت عملت ايه في العلاقة دي، هو عمل ايه، ايه الاحسن اللي يحصل. يعني انت خدت لبعضكم، هو خد الانفصال او الطاقة دي شوية، دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل ايجابي. بعضكم زعلان وحزين، زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي، لكن الاكيد عندي في علاقة حب كارتين بيأكدوا لي في رجوع لشخص من الماضي، في زواج، في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكو، يعني الشمس هتشرق على العلاقة دي من تاني. على قد ما القراءة دي فيها كروت زعل وحزن واكتئاب وحسرة وندم، فيها حاجات كتير جدا صعبة، على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة، يعني من أحلى الكروت اللي موجودة في التارو موجودة في القراءة دي. فأنت هو اللي هيجي لك بعرض إن شاء الله الطرف التاني، أو ممكن أنت اللي تقدم العرض ده، لكن فيها علاقة من الماضي فيها رجوع. بالنسبة للعزاب، يعني انت ممكن يكون عندك، انت ممكن تكون زعلان دلوقتي، بعضكم بيفكر في ارتباط بشخص معين، يعني في شخص معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل نهار، مش شايف اي حد خالص غيره. الشخص ده في بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحصل خطوبة، هو كمان الشخص ده بيحبك، في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج. بعضكم الشخص ده ممكن يكون هو على ما يعني هو يعرفه، ممكن تكون شخص قديم، ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة، ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل. المهم ان هو شخص معروف، معروف بالنسبة لك اللي العازبين، مش شخص جديد. الشخص ده بيبادلك نفس الشعور، يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك، الحد ده بيحبك جدا، بس لبعضكو هو مش بيبين، يعني بيبين حاجة تاني خالص غير اللي جواه، لكن هيحصل عرض حب في الفترة اللي جاية ان شاء الله، هيحصل ارتباط، في زواج، العلاقة في ترسيم علاقة، في خطوبة للبعض منكم، للعزاب، للمنفصلين بوجه عام. انا القراءة هنا عامة، لكن في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعازبين لوحدهم، نشوف في ارتباط في الفترة اللي جاية او في حب او في علاقات في الفترة اللي جاية، وللمنفصلين سواء لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها، لكن حاليا بوجه عام في رجوع، في اشخاص هترجع من سفر او انت هتسافر لحد يا برج السرطان، في رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك، والعازبين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا، يكون ده تعرفه من زمان، لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد، هيرجع لك شخص انتوا كنتوا تعرفوا بعض قبل كده من فترة يعني، او يكون شخص زميلك في العمل، او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بتاعك، جارك كده، الشخص ده بيحبك جدا، لو انت بتحبه هو بيحبك زي ما انت بتحبه. دي من ناحية القراءة العاطفية. النصيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان، برج السرطان، انت بعضكو انا شايفك تعبان جدا، ما بتنامش، بتحلم احلام وحشة، او مش قادر، او مش قادر تنام، صداع، تعب، ارهاق، انا شايفة طاقة لبعضكو، انت كتير بتفكر في حد من الماضي، نصيحتك سيبها على الله، ما تفكرش في اي حاجة خالص
في الفترة دي انت عندك حياة سعيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله. اخرج من الطاقة السلبية دي، لو بعضكم عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما، ما تفكرش في كل اللي حصل. زي ما شفت في الطاقة هنا في اولها، سواء التجريح بالكلام، ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او مخليك يعني مش عارف تنام. ممكن كمان تكون العلاقة الثلاثية اللي انا شفتها. لا، انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله، فيها استقرار. شوية هتحس ان في حاجة ناقصاك، لكن استقرار نقدر نقول عليه كويس، كويس لحد يعني الى حد ما، لحد ما كويس جدا في الفترة اللي جاية. حاول، بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة، يعني استشير، يعني استشير حد يكون أكبر منك، أو يكون حد كبير في العيلة، أو يكون يعني حد بتثق فيه، أو يعني أي حاجة من الحاجات دي. المهم أنت محتاج إنك تسمع لحد يكون عنده حكمة، عنده حكمة وعنده عقل، مش تتكلم مع أي حد. عشان أنا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا، محتار ومش شايف، محتار بين حاجتين ومش قادر يختار ومش قادر يقرر. فممكن ده السبب ان النصيحة بتقولك استشير، اسأل حد يكون عنده حكمة، يكون عنده يعني عقل يكون اكبر، او بيقدر يوزن الامور. حد يكون من العيلة كمان. ممكن كمان يكون نصيحة انك تصلي وتدعي ربنا، يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى، انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا، هو هينور بصيرتك اللي انت مش قادر تشوف بيها دي، ربنا هينور بصيرتك ان شاء الله، وهتقدر تقرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي. القراءة انتهت نوعا ما ايجابية. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. شكرا للمتابعة. برج السرطان.